لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لما كان قول امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب متضمنا نوعا من تبرئة النفس وذكر العذر، مع أن المقام مقام اعتراف بالذنب والخطيئة، بادرت باتهام نفسها فقالت وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقد أجرى الله عز وجل على لسانها كلمات حق ينبغي أن تظل نصب عين كل واحد منا وهو يراقب نفسه ويسعى إلى تهذيبها وتزكيتها. فلا بد من عدم تبرئة النفس. إذ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعها. مدخل شيطاني مستمر من خلال النفس الأمارة العميلة للشيطان، التي تريد احتلال الإنسان، احتلال قلبه، من خلال مدح مستمر، حديث داخلي مستمر بأنك على الوضع الأمثل، وأنه ليس عندك عيب، وأن العيب في الزمان، وأن العيب في الآخرين، وأن التقصير ليس مني وإنما التقصير من الناس، وأن الناس لم يعطوني حقي، وأنه وأنه وأنه. الحوار الداخلي ده اللي موجود جوا نفس كل واحد فينا خطر كبير جدا،
انه يستمر دون مراقبة. المؤمن العاقل هو الذي يتابع حواراته الداخلية، هو الذي ينظر ويتأمل فيما تحدثه به نفسه عشان يعرف هو رايح فين ونفسه بتاخده على فين، وعشان يقدر يميز بين وسوسة الشيطان وأمر النفس بالسوء، النفس الأمارة، وما بين خواطر الإيمان التي محلها القلب ولمة الملك التي هي تابعة لذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان بقلب ابن آدم لمة وللملك لمة، يلم بالقلب يعدي عليه، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. فما ينفعش ان احنا نسيب البيت بتاعنا ترتع فيه الاعداء من غير ما نميز ما بينها وبين الايه، وبين الاصدقاء وما بين الكلمات الطيبة، لان ده معناه ان النفس هتضيع. اي حد يترك بيته فوضى، ونادر جدا ان حد يقعد مع نفسه يشوف الخواطر اللي جاية دي من انه نوع. قد حذر الله سبحانه من تزكية النفس ومدحها، فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبداية تزكية النفس ومدحها هو تبرئتها وعدم اتهامها. ولذلك كلمة وما أبرئ نفسي دي، من كتر الكلمات دي ما هي كلمات حق، إن هناك من المفسرين من جعلها إيه؟ من كلمات يوسف، ولكن كما ذكرنا ظاهر القرآن أنها من كلمات امرأة العزيز. العاقل يعامل نفسه معاملة الشريك كالشريك الخوان، الشريك الذي يكثر الخيانة وانت مضطر تشاركه، تعمل إيه؟ تقعد تحاسب كل شوية وتدور. الذي لا بد من دوام مراقبته ومحاسبته، وإلا ذهب برأس المال والربح معا. وشهود أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، من أسباب زوال العجب والكبر عن الإنسان. فالخير الذي فيه ليس من نفسه، وإنما هو من الله رحمة منه سبحانه بعبده، أن أعانه على نفسه كثيرة السوء ولم يكله إليها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب أشرف نفس في الوجود: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بل هذه تقال في الصباح والمساء استغاثة بالله عز وجل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني لما تكون نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن لا يكله إليها طرفة عين. طب نفوسنا احنا بقى شكلها ايه؟ يعني احنا فعلا لو ربنا لم يعذنا من شرور أنفسنا، يعني لابد نكون متأكدين من كده. أما ان انت احسن واحد، الخواطر دي اعرفها انها من النفس الأمارة بالسوء. كان صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا ده حاجة عجيبة الشكل والله، وأمر ده بس احنا نكرره كتير. بس يعني هو احنا عندنا مشكلتين: الروتين بيخلي المعاني تغيب، مع ان المقصود من التكرار ايقاظ القلب. ولذلك احنا محتاجين نفكر في الكلام اللي بنقوله وبنسمعه واحنا بنقوله وبنسمعه. النفس الانسانية ظالمة جاهلة أمارة بالسوء، هذه حقيقتها.
إلا أن يرحمها الله بالعدل والعلم، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، هو وليها وولاها. فإذا زكاها جعلها مطمئنة مخبتة ساكنة إلى أمر الله، تؤدي الحقوق سماحة وبسهولة ويسر، تؤدي الحقوق بسماحة. في فرق بين أن واحد يؤدي الحقوق كظما، يؤديها بالعافية، يؤديها وقلبه بينزعه أنه يؤدي حق الله عز وجل، يعني بيرغم نفسه علشان يؤدي الحق ومستني يخلص، بخلاف الذي يؤديه بسماحة بسهولة. ذلك الذي تدرب على الطاعة وعود عليها حتى ذاق لذتها، فعند ذلك تكون هي قرة عينه. أما من يؤدي الحقوق بمنازعة فهذا يحتاج إلى مجاهدة أكثر. إذا كانت مطمئنة ساكنة إلى أمر الله، تؤدي الحقوق بسماحة وسهولة ويسر وعدم منازعة للقلب الذي هو محل الإيمان والعلم، يعني النفس في منازعة مع القلب، القلب لا، القلب المؤمن اللي هو محله محل الإيمان والعلم، الإيمان والعلم يحل في القلب، النفس ظالمة جاهلة تعمل معركة، المفروض ان القلب يبقى الملك، هي عايزة تعمل انقلاب، عايزة تبقى هي المسيطرة، والقلب يتحط فيه لما رئيس الدولة ينقلب عليه يرموه في السجن، وممكن ايه يعدموه يموتوه، تحالف خارجي مع عامي النفس الأمارة بالسوء عايزة تنازع القلب، تقتله تحبسه تخليه مش قادر يتصرف في المملكة، لا العين ولا الودن ولا الإيد ولا الرجل، كلها بتتصرف بأوامر النفس الأمارة بالسوء. لما النفس بقى توصل لدرجة الطمأنينة تبقى ساكنة لأمر القلب ما بتنزعوش، يبقى محل الإيمان والعلم هو المسيطر، يبقى النفس مطمئنة ماشية سليمة ماشية هادية، مش صعب عليها تعمل الطاعات، بل يصل إلى أن يصبح أداء الحقوق والعبادات لذة لها وراحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أعلى بكثير من ما حبب. فعند ذلك يجد الإنسان ألم المعصية ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان. لما النفس بتبقى مطمئنة تبقى ساكنة إلى أمر الله، يبقى في موافقة بينها وبين القلب، فالعبادات ما تبقاش صعبة عليها، والامتناع من المحرمات مش صعبة عليها، بالعكس لما يعصي ربنا يجد ألم، يلاقي نفسه تضايق، يلاقي نفسه تعب، اللي هي في الحقيقة الفطرة الإنسانية كلها كده. بس المشكلة إن الإدمان بيخلي السم مطلوب مش السجاير، الجسم أول ما الدخان يخش يقول له دي حاجة وحشة، كح طلعها بره مش عايزينها تيجي، لغاية ما القصبة الهوائية والشعب الأهداب اللي جواها تموت من الدخان، يوم يشرب سجاير ايه ويبقى عايزها تاني ويدمن على ذلك. والمخدرات، مخدرات اسمها في الطب ايه؟ سموم، مش كده؟ اسمها هي سموم فعلا، لأنها بتدمر خلايا في العقل والدم وتغير طبيعة الخلايا الجسم، لكن الإنسان يطلب السموم دي بتدمر له كل حاجة وبيطلبها بسبب إنه تعود عليها. الأصل في الإنسان إنه يكره المعصية وإنه هو يتألم ويتعب،
اللي حاسس، اللي عنده قلب، يقوم لما تحصل معصيه يتضايق ويتعب. ده الناس ممكن تبقى مش حاسه بالدنيا، مش حاسه بحاجه خالص، وهي بتعمل المعاصي بل بتتلذذ بها. يا رب توب علينا. عندما تصبح النفس تجد لذتها وراحتها في الطاعه وتشعر بألم المعصيه، ويشعر الانسان بلذه الطاعه وحلاوه الايمان، فيعيش في نعيم قبل النعيم، ويدخل جنه الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. وكل هذا انما حصل بتزكيه نفسه الذي اصله ان يشهدها على حقيقتها، لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. ونلحظ في قول امراه العزيز الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم التأثر الواضح بعقائد الإيمان التي دعا إليها يوسف عليه السلام، وتعريفه الناس بربهم، وتعريفه الناس بربهم. سبحان الله، في ألفاظ كثيرة انتشرت في المجتمع المصري مع إن عباداته كلها إيه؟ اللي مسجلة على الجدران، المعابد كلها عبادة أوثان وشمس وقمر وتعابين وإله ما عرفش السماء وحورس عين طائر وحاجات خرافة كده. فالنسوة قالوا إيه؟ حاشا لله. كل ما يتكلموا يقولوا إيه؟ حاشا لله، سبحان الله. امرأة العزيز بتقول إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ده أثر من أثر الدعوة إلى الله عز وجل. المؤمن مطرح ما يوجد، كما قال عز وجل عن يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. مطرح ما يوجد يدعو إلى الله. ولا شك أن هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته، خاصة الرب والغفور والرحيم، من أسباب الخير العظيم للإنسان، ومن علامات نجاته حتى مع ما سلف من التقصير. وذلك إذا قام الإنسان بعبودية هذه الأسماء، وهي تقتضي توبة صادقة لله عز وجل، فإنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما أن يكون الأمر مقتصرا على تحريك اللسان مع ترك الجوارح تنطلق في المحرمات، وترك النفس على جهلها وظلمها والخراب يعشش فيها، فإذا ذكر بما لله عليه قال: إن الله غفور رحيم، فهذا من الأماني والغرور. المنافقين كما قال الله عز وجل عن المؤمنين في جوابهم لهم لما قالوا يوم القيامة: ألم نكن معكم؟ قال عز وجل: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إن احنا هنخش الجنة، ولو يوم القيامة في يوم قيامة أصلا إن لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهو حالته ايه؟ هو منافق والعياذ بالله. فدي اماني. قال عز وجل: وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. ما احسن ما قال الحسن البصري رحمه الله: الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم اناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. ليس هذا حسن ظن، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. هذا الذي ذكرناه من أن هذا الكلام كله من كلام امرأة العزيز، وهو ظاهر الآيات، هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في تصنيف له، عمل كتاب مؤلف عشان ايه؟ يبين ان هذا هو
كلام امرأة العزيز، وهو الذي حكاه الماوردي في تفسيره. والقول الثاني أن ذلك من كلام يوسف عليه السلام، من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم الملك أني لم أخنه في زوجته حين غيابه، وأنه لما قال ذلك قال له جبريل: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي، وهو الذي لم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم غيره. لا، عدد كبير من المفسرين يقولون ذلك. قال ابن كثير: هو قصدهم العزيز، بس هو العزيز كان عنده ملك، مش سيدنا يوسف كان عزيز؟ يا أيها العزيز، وقال إيه؟ ربي قد أتيتني من الملك. قال ابن كثير منتصرا للقول الأول: والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. ثم قال: وقال الملك ائتوني به. إذن سيدنا يوسف ما كانش حاضر. ثم ليه يحصل انتقال؟ الكلام ده كله مبني على ايه؟ مبني على اخبار اسرائيلية اللي فيها ان الهم كان فعلا، مع ان القرآن انما ذكر ايه؟ هما خواطر، لكن الاثار الاسرائيلية في ذلك اثار صعبة جدا، ونقلها من نقلها من المفسرين الناقلين عن أخبار أهل الكتاب. هذا الذي قواه ابن كثير هو الصحيح، ويؤيده أن العزيز كان يعلم أن يوسف لم يخنه، اللي هو بيقول ليعلم أني لم أخنه بالغيب. طب ما هو عارف، ما هو لما الشاهد إيه؟ شاهد وأخبر أن ذلك من صدق، على أخبر بصدق يوسف، فهو مش محتاج يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لأنه كان إيه؟ يعلم ذلك، وكان يعلم براءته بنص الآيات. قال الله تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فكان يعلم أنها الخاطئة، وأن يوسف أمين كريم. وقد قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي آيات براءته وصدقه وعفته ونزاهته. إذن فيوسف عليه السلام لا يحتاج إلى تبرئته عند العزيز. ثم إن ذكر ما قاله جبريل ليوسف عليهما السلام: ولا يوم هممت بما هممت به، هو من الإسرائيليات التي دل القرآن على عدم صحتها، لأن الله عز وجل قد برأ يوسف بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى أي فعلة سوء أو فعلة فحشاء صرفت عن إيه؟ عن يوسف. أقصى ما فيها أنه إيه؟ خواطر. وحديث النفس الذي استعاذ يوسف منه بالله وصرفه الله عنه، هو أمر جبلي فطري يثاب الإنسان على تركه لله ولا يلام عليه. يعني مين اللي يستحق اللوم في الموضوع ده؟ اللي هي يتقال ان نفسه أمارة بالسوء. اي النفسين اولى بالذم وعدم التبرئة؟ نفس يوسف عليه السلام الذي خاف الله واتقاه
وأخلص له فأخلصه الله له. إن احنا عندنا قراءتين، إنه من عبادنا المخلصين، والقراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين، وكل منهما لها معنى صحيح. إن سيدنا موسى كان مخلص لله وأخلصه الله له، يبقى الشيطان ملوش نصيب فيه. مش ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن الشيطان، أن الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، يبقى عباد الله المخلصين الشيطان ملوش إيه؟ ملوش نصيب فيهم. فأخلصه الله له وصرف عنه السوء والفحشاء. أي النفسين أولى بأن تكون أمارة بالسوء بالذم وعدم التبرئة؟ نفس يوسف البريء المخلص المتقي المصروف عنه بأمر الله السوء والفحشاء، أم نفس امرأة العزيز التي فعلت وباشرت وكادت وشقت قميصة، قدت قميصة وأدخلته السجن وكررت المراودة وجمعت النسوة عشان يراودوه معاها؟ فعلا هي نفسها ليه اللي مليانة أمر بالسوء. سيدنا يوسف هم لحظة وسرعان ما زال، والحاجة دي ليست في تكليف الإنسان، بل ربنا جعلها عشان يبقى قدوة للشباب وقدوة للرجال. إن عنده الدافع، عشان مفيش واحد يقول أصل سيدنا يوسف نبي وإحنا مش أنبياء، إحنا عندنا اللي مش عنده. لا، هو كان عنده، وعشان تعرف إنه كان عنده ربنا ذكر هذا ليه؟ الهم، عشان تعرف إنه كان عنده، ولكن قاوم ولجأ إلى الله واستعاذ بالله وأخلص لله فأخلصه الله فصرف عنه السوء الفحشاء، وكذلك هرب من مكان السوء، وكذلك نظر في براهين الرب. لأن إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه، فرؤية براهين الرب تجعل الإنسان يصرف عنه السوء والفحشاء. لما تقرأ كتير في القرآن، لأن دي براهين الرب موجودة عندنا، مش بس سيدنا يوسف هو الذي رآها، اللي عايز ينظر في براهين الرب يمكن أن ينظر فيها. براهينه في الكتاب وبراهينه في آيات الله في السماوات وفي الأرض. عشان كده ازاي تغض بصرك؟ نغض بصرنا بان احنا نستعمل العين دي في ايه؟ في رؤية براهين الرب. فمن رأى براهين ربه صرف عنه السوء والفحشاء والهم والخواطر اللي هي فطرية طبيعية في الإنسان، تصرف عنك أن تتحول إلى عزائم. وزي ما بنقول الخطر دايما مش في الخواطر الطارئة، لأنها من طبيعة الإنسان. الخواطر المستدعاة هي المشكلة، الخواطر المستدعاة اللي الواحد بيقعد يجيبها عمدا، يقعد يسرح بنفسه يقول لا هقعد اسرح شوية بقى في الشهوات دي، هتخيل، هقعد اتهيألي، يقعد نص ساعة، ساعة، ساعتين، أحلام اليقظة اللي بتضر جامد جدا، اللي بتتحول بسهولة إلى عزائم. العشق من هذا النوع، الشذوذ الجنسي من هذا النوع، الإدمان على المواقع الإباحية من هذا النوع، لأن أنت بتقعد تخطر ببالك وعايز تتهيأ لك، فتقوم تقعد تشوف الصور. يا رب توب علينا يا رب واغفر لنا. أي النفسين أولى أن تكون أمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر به فهي مبالغة في ذلك. نفس يوسف الذي أول ما دعي إلى الفاحشة قال معاذ الله واختار السجن على الإجابة لداعي الحرام، أم نفس امرأة العزيز التي بالفعل تكرر منها الأمر بالسوء مرة بعد مرة؟ ومقتضى هذا الأثر الإسرائيلي ما كان ينبغي أن تكون هناك تبرئة ليوسف من الخيانة، فيكون المعنى أنه كان له نصيب من ذلك. مش ده معنى الأثر اللي بيقول له سيدنا جبريل قال له ولا وذك ولا يوم هممت بما هممت به؟ يبقى إذن ما هوش مبرأ من الخيانة،
احنا ربنا برأه والشيطان برأه. يبقى احنا نقبل الاخبار الاسرائيلية المخالفة لظواهر الكتاب والسنة، فانه فيه كما ذكره ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما جمع النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فقال جبريل ولا يوم هممت بما هممت به، فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فمقتضى هذا الكلام أنه كان هناك نوع من الخيانة للرجل بالهم الذي حدث، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في المواطن المختلفة. فصاحب الشأن العزيز لم يتهم يوسف بالخيانة، والمرأة أقرت بجريمتها وبراءته، والنسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، ونزهنا الله في هذا المقام أن يكون قد اختار نبيا يقع منه خيانة من هذا النوع أو سوءا بهذه الطريقة، والملك أثبت براءته، وإبليس قد أقر أنه لا يغوي عباد الله المخلصين، ويوسف بشهادة القرآن منهم. فماذا بعد ذلك البيان؟ وماذا بعد شهادة الله له بأنه صرف عنه السوء والفحشاء؟ فالذي نراه هو الصواب في هذا المقام ما رجحه الأئمة ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، أن الكلام كله في سياق واحد من كلام امرأة العزيز، ليس شيء منه من كلام يوسف عليه السلام. وقد ذكرنا وجه ذكر المرأة لرحمة الله ومغفرته ووصف نفسها بالأمارة بالسوء، وأن هذا من الحق الذي أجراه الله على لسانها، وهو من آثار دعوة يوسف عليه السلام فيهم، إذ كان لا يألو جهدا في الدعوة والبيان، وإذا كان قد دعا وهو في السجن فكيف بدعوته خارجه، وكيف بدعوته وهو ممكن، وقد شهد الله له بذلك في قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون لقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فلا يتعجب من كلام حق تقوله امرأة العزيز في مثل هذا المقام والله أعلم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أدرك الملك أن لديه رجلا لا يوزن بالذهب ولا بالجواهر ولا يقوم مقامه آلاف الرجال، لقد اكتشف كنزا ثمينا بل أغلى من الكنز بكثير، وعثر على جوهرة غالية بل أغلى من ذلك بكثير. كانت كلمته الثانية أبلغ بلا شك من الأولى، كانت الثانية ائتوني به أستخلصه لنفسي، عن علم ويقين، بعد أن كانت كلمته الأولى ائتوني به محتملة للبحث والتنقيب والاستفصال، وكانت الثانية بعد أن علم إحسانه وكرمه وجوده وصبره وحلمه. يعني هو اللي أول لهم الرؤية، وهو اللي حط لهم البرنامج، وهو صابر السنين مظلوما وأول لهم الرؤية مجانا من غير ما يشترط، ووضح لهم الإحسان إليهم في ذلك، وإنه هو كان بريء من الأول. ظهرت أنوار يوسف عليه السلام، كانت الثانية بعد أن علم إحسانه وكرمه وجوده وصبره وحلمه وأنه منزه عن السوء، ما علمنا عليه من سوء، رغم أنه الذين سجنوه ظلما وعدوانا على غير تهمة ولا جريمة ولا جناية، بل على العفة والطهارة والأمانة. سجنوا ليه؟ عشان مش راضي يستجيب لداعي الفاحشة،
سجنوه على العفة في الحقيقة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذن كان عقوبة على أن هو عفيف لا يقبل هذه الفاحشة. ما أحسن ما يصنعه الله لعبده المؤمن، وما أجمل هذا الخروج ليوسف عليه السلام معززا مكرما مرغوبا في لقائه. يعني الملك اللي بيقول أستخلصه لنفسي، أنا عندي حاجة عايز أخدها أنا، أخدها لي أنا، ايتوني به. الملك اللي عايز يقابله مرغوبا في لقائه، معلومة براءته، معلومة براءته، مذكورا بكل جميل من جميع الألسن، محسنا إلى الناس، لا ممنونا عليه في الخروج. مش صاحبه هيقول له كلمت لك الملك أنا اللي طلعتك، والملك يقول له عفينا عنك بعد ما كنت مسجون أصدرنا عفو ملكي. لا ولا عفو أنا، لا ده هو لا يعني لا منة عليه بل المنة له عليه. فوالله إنه لأكمل مرات ومرات مما لو خرج يوم قال لساقي الملك اذكرني عند ربك. يبقى الإنسان لما يلاقي في حاجة صرفت عنه ما يزعلش. أكيد سيدنا يوسف زعل وقال نساني الراجل وسبني، بس لا هو الوضع كان أحسن بكتير جدا. يقول وأكمل أيضا مما لو خرج يوم جاءه رسول الملك بعد تأويل الرؤيا، ووالله إنه لعجب يتعجب منه من صبره وحلمه، هذا الصبر والحلم العظيم وحسن العاقبة التي جعلها الله لهذا الصبر والحلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي يوسف ما أحلمه وما أصبره، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. ما أقل صبرنا وما أكثر استعجالنا وما أقل علمنا حين لا نفوض الأمور للكريم المنان الرحمن الرحيم الذي لا يضيع أجر المحسنين. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك. أمر الله بإحضار يوسف إليه ليستخلصه لنفسه. قال ابن كثير رحمه الله أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. أراد الملك القرب من يوسف عليه السلام وأن يكون له وحق له ذلك، فلما كلمه عرف المزيد والمزيد من كرمه وفضله وإحسانه، ورأى ما هو عليه من خلق وخلق وكمال مبهر. سيدنا يوسف اللي يشوفه لازم يحبه، من شكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، قال فإذا هو قد أوتي شطر الحسن. يعني الجمال اتوزع على الخلق نصين، نص خدوه الناس كلهم وكل أجمل الجميلين والجميلات، ونص الايه لسيدنا يوسف. فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا اليوم ذو مكانة عظيمة وأمانة ظهرت علامات التعظيم من الملك ليوسف، وبدأت أمارات الطاعة والمتابعة. خلاص اتملك الملك، الملك بقى مملوك لإيه؟ ليوسف من كتر ما شاف منه، ولذلك بيأمره اجعلني على خزائن الأرض. يا سبحان وعلم يوسف أن الرجل يسلم له في كل ما يطلبه منه، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي حافظ لما يستودع من أمانات
عليم بما يصنع للناس في سني رخائهم وجدبهم. وحذف الجواب الصريح للعلم به أنه قد أجيب، فالملك لا يرد له طلبا. صدر الأمر الملكي بتعيين يوسف عزيزا لمصر، عزيزا في الحقيقة أعز من الملك، لأن الملك ما بيردلوش طلب، الملك بيسمع كلامه. ولذلك يرجح ما قال مجاهد أن الملك قد أسلم، بس بقية القوم ما زالوا في شك، زي النجاشي كده أسلم وقومه رافضين. هو ده النوع اللي ممكن تاخد عنده ولاية، تبقى مع انها ولاية عنده كفار، حتى لو ما ثبتش ان الملك اسلم، الامر مع معلوم ان هو لدى مجموعة من الكفار ما زالوا في شك. يقول وقد ضمن هذا قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ها هنا مسائل: الأولى حكم طلب الولاية، إن سيدنا يوسف طلب إن هو يكون على خزائن الأرض. الثانية حكم العمل للكفار في شيء من ولايتهم. الثالثة حكم تزكية النفس في هذا المقام: إني حفيظ عليم. كلها من المسائل التي يكثر الاستدلال بقصة يوسف عليها. المسألة الأولى حكم طلب الولاية والإمارة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، أي تركت إليها. وروى مسلم عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وروى مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الرئاسة، الوظائف العامة الكبرى التي يتنافس الناس فيها، إنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. طول ما بترضع حلوة، بعدين حيجي وقت تقف وما تديش، ترمي ابنها، بئسة الفاطمة، ما بتعرفش تفطمه بالراحة، بتضيعه، بتؤلمه، زوال الملك ثم الحساب يوم القيامة. هذه الأحاديث صريحة في النهي عن سؤال الولاية والإمارة، وأن من سألها ترك ولم يعن، فيكون ذلك سببا في خزيه وندامته يوم القيامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فالأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية ولا يرشح نفسه لها. وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، يعني خلافة الراشدة كلها ما فيش واحد قال أرشح نفسي للإيه؟ للخلافة. يعني أبو بكر قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. اللي عمر زكاه، هو مش هو اللي طلب،
عمر قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نذكر دنيانا. وبعدين عمر مش هو اللي رشح نفسه، أبو بكر اللي اختاره، يعني عهد إليه بالخلافة. عثمان عبد الرحمن بن عوف اللي اختاره. علي رضي الله عنه، طلحة والزبير وباقي الصحابة هم اللي اختاروه وأرغموه على البيعة. قال أبو بكر يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر بن الخطاب وأبا عبادة بن الجراح. فقال له عمر: يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه عمر. أما عمر فاستخلفه أبو بكر، وعثمان بايعه عبد الرحمن بن عوف. لما جعل علي وعثمان الأمر إليه، وعلي رضي الله عنه بايعه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة بعد مقتل عثمان بخمسة أيام، فلم يطلب واحد منهم الإمامة. أما وجه الجمع بين هذه الأدلة وبين طلب يوسف عليه السلام الولاية، فهو أن الولاية إذا تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لها ولم يقدمه غيره لها، فالحاجة داعية إلى طلبها. مجتمع مفهوش حد صالح إلا قليلين جدا، محدش قدم هذا الصالح، محدش قادر على تحمل الولاية غيره. هنا يا إما يجوز يا إما يلزمه على حسب الأحوال أن يطلب الولاية، أن يترشح في هذه الحالة ويقول اختاروني أنا، أعطوني هذا الأمر. فعند ذلك يجوز وربما وجب عليه طلبها إذا لم يكن هناك سبيل إلى تولية القوي الأمين إلا بذلك. والمجتمع الإسلامي الأصل فيه أن العلم والعمل هو الذي يبرز الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل والعقد. ويوسف عليه السلام لم يكن في ذلك المجتمع المسلم، ولا يوجد من يقدمه، وقاعد في السجن 7 سنين مظلوم، محدش عارف عنه حاجة، ولذا طلب الولاية. فلا ينبغي اعتمادها دليلا على مشروعية نظام الترشيح والانتخاب الغربي في بلاد الإسلام. يعني ان احنا نقول ان ده هو النظام الصح، لا. لما يوصل بقى الفساد والسوء في مجتمعنا الى درجة تخلي ان لو اهل الصلاح والأمانة ما تقدموش، ساعتها هيتولاها الخائن الضعيف، إذا ساعتها يا إما يجوز يا إما إيه؟ يجب الترشح. لكن النظام ده مش هو ده المشروع. هذا النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها، يدعو إلى نفسه يروح يقول لهم إيه؟ انتخبوني أنا أفضل واحد، أنا أعلى واحد. ويعمل إيه في الناس الآخرين؟ يقعد يطلع القطط الفطسة بتاعتهم، يقعد يقول لهم ده حرامي وده نصاب وبالكذب والزور. واحد كان ياخدنا بالأحضان لما في الانتخابات راح جاي ننزل ورقة ان احنا داعش. هذا النظام القائم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها وعيب الآخرين ونقصهم، لا شك ان هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة ولا عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة. العصور اللي هي عصور القوة وعصور الخلافة الراشدة، فلا يجوز أن يقال إنها الشورى في الإسلام، خصوصا أن المرد مرد الأمر عندهم إلى العامة والدهماء ممن لا يعرف صفات الولاة الواجبة ومن يستحقها، وإنما يعتمدون على العصبيات والقرابات والمصالح وليه والأموال. اللي معاه فلوس هو اللي يخش الانتخابات، هو اللي يشتري الأصوات، هو اللي يعرف يجيب الناس. وضع صعب، بس هو ده النظام اللي ينفع عندهم هم. والمجتمعات اللي قربت من كده فسادا خلاص يبقى الأمر ده، فما أقبحها من صورة تضيع فيها الأمانات ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله. أما لو اضطر بعض المسلمين إلى طلب الولاية بالشرط الذي ذكرنا من تعينها
ووجود الحاجة إلى الطلب، فلا يجعل هذا أصلا شرعيا يستمر عليه أو يعتمده المسلمون كنظام حياة، كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظائفهم. يعني إذن الموضوع ده استعماله من باب الايه؟ الضرورات، وليس هو الذي ينبغي أن يقرر. لا، اللي بيقرر إن جوانا احنا نعمل ايه بقى؟ جوانا احنا قد يكون عندنا مؤسسة، عمل دعوي، جمعية خيرية، اي مهمات دعوية داخل المؤسسة دي، مش هنقول لناس اترشحوا، بل ينبغي ان اهل الخبرة واهل الحل والعقد هم اللي يرشحوا الناس، هم اللي يقولوا احنا راضيين لكم ايه فلان وفلان، نطبق النظام ده عندنا احنا، ونتجنب تزكية النفس، ونتجنب طلب الولاية والصراع على السلطة، وان الناس تقعد بقى ايه فلان اللي هيبقى مسؤول المكان ده، ولا فلان مسؤول العمل ده، لا ده مش نافع، ده في عيب كذا، ونقعد ندمر عملنا بهذه الطريقة. وقبل ما يتدمر العمل بيكون اتدمر الايه؟ القلب ونفس الانسان. لا، المفروض اهل الحل والعقد في المكان، اهل الخبرة فيه واهل التقوى والامانة، هم اللي يدورهم ويقولهم للصالحين احنا بنرشح لكم فلان، يبقى هو تجنب ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح حديث انها ستكون انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة. قال اما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن اهلا لها، او كان اهلا لها ولم يعدل فيها، فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. واما من كان اهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. الحديث المذكور هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وإجماع المسلمين منعقد على ذلك، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف، وصبروا على الأذى حين امتحنوا، حين امتنعوا. قال الشوكاني في نهي الأوطار في فوائد حديث عبد الله بن سمرة: لا تسأل الإمارة. يستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، بل ظاهر الحديث التحريم إلا عند الحاجة والضرورة. يقول: فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان. ويعارض ذلك الحديث، ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. يعني العدل بأكثر من ايه؟ اي قيادة كده يبقى العدل اكثر من الجور، يبقى له الجنة. ومن غلب جوره عدله فله النار. قال الشوكاني: لا مطعن في اسناده. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وقد حمل على ما اذا لم يوجد غيره. قال الشوكاني: قال الحافظ ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يجعل الطلب، أو يجعل الطلب هنا على القصد، يبقى قصد أنه يتولى، وهناك على التولية، يعني هنا اللي يطلب وهناك حد ولاه. الحديث اللي هو بتاع من طلب قضاء المسلمين يعني اللي قبلوا لما ولوه، معنى ده ظاهر انه بيطلب. وبالجملة فإذا كان الطلب مسلوب الإعانة، إذا كان الطالب
مسلوب الإعانة، تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة، فلا تحل تولية من كان كذلك. وربما كان طالب الإمارة مريدا بها للظهور على الأعداء والتنكيل بهم، فيكون في توليته مفسدة عظيمة. قال ابن التين: محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، وقال سليمان: وهب لي ملكا. يحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام، يعني لوثوق الأنبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب. قال ابن حجر: قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض. اللي يرى التاريخ يعرف ان الناس قتلت ولادها وابهاتها واخواتها. التاريخ الاسلامي، الخلافة العثمانية والمماليك والخلافة الايوبية، كانت الحروب بتقوم، الدولة الايوبية كانت الحروب بتقوم من الاخ واخوه ومعارك. وايام العباسيين الامين والمأمون برضو معارك، جيوش بتجيش ومعارك حربية بتقع. يستثنى، قال: ويستثنى من ذلك، قال ابن حجر. قال ابن حجر: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأموال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير الطلب، بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال، لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه. من تعين والدنيا هتضيع لو ساب الامور، يبقى ما ينفعش يقول اتورع واقعد في بيتنا، ده انت لازم تتولاها ولازم تتقدم ولازم تطلبها علشان ما تضيعش الامور. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.